الاجابه غير باغي نشكر كاع المواطنين زعما المغاربه اللي جاو وتبعونا حتى الاخر وجاو. وكنشكر صاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله. هي صراحه اب كيستاهل كاع الحب حيت هو كان انسان طيب. واخا حنايا كنشوفوه في التلفازه ولكن هو في الحقيقه هو اكثر فهمتي هو زعما ظريف حتى سميتو حتى اوغ سميتو التلفازه وسميتو راه كان انسان طيب كان دائما الى تي توجور لا بور سي زامي. بابا كان دائما توجور توجور فير لي شوز بار سوا ميم كان دائما كيتقاتل وكان ديك النوع اللي زعما ما كيرضاش واخا تكون تسقات ولا ما تسقاتش لي اي حاجه. الوالد كان دائما كيتقاتل وكان دائما باغي يدير الحاجه اللي كان دائما باغي يديرها في حياته. راه من شحال هو كان باغي يوجد واحد الاذاعه راه من شحال هو كيوجد وكيوجد كنهضرش بزاف وراه هادشي جا على غفله. اخر ذكرى راه مازال عاقل كنت ضحكت معاه كنا ضحكنا انا وياه وصافي وكنا باغي زعما نوجدو شحال من حوايج العام الجاي كنا ناشطين ساعه ما كشافش.